لقطة ثانية من قلب فيينا الناطر. هذا وسط فيينا دار الأوبرا، وهنا السوق المشاة، السوق الرئيسي يسكت اللي يشوفون فندق برستول. هذا قلب فيينا النابض. إذا بغيت توصل المكان هذا بس أقول لهم دار الأوبرا. شوفوا لافطة شارع كارتنر، أهم شارع في فيينا. هذا أهم شارع في فيينا واللي كل العالم فيه توصله، لازم الواحد يوصل المكان قريب من الأوبرا. لحظة، من بعض المباني في فيينا. لاحظ الفن المعماري كيف في كل جزء وفي كل عمود وفي كل ركن. يعني هاي لقطة، نشوفكم في لقطات ثانية. هاي لقطة ثانية، نسوي زوم. هذا قريبة من شارع كارتنر، في الطرف شارع كارتنر. هاي واحد من المباني. استعراض الخيول داخل. قبر الجندي المجهول في فيينا. هاي النافورة اللي قدامه، وهاي النحت النحاسي قدامه. قبر الجندي المجهول، هاي له حكاية خاصة من أيام الاحتلال الروسي للنمسا. وصارت عادة كل رئيس روسي يزور النمسا لازم يجيب الورود على هالمكان. هذا صار تقليد دائم. يعني هذا هو قبر الجندي المجهول، هذا النصر التذكاري. سوي زوم. لقطة أخرى عن مدينة الملاهي في فيينا النمسا. نشوفكم في لقطة ثانية إن شاء الله. أحد المعالم السياحية في مدينة فيينا ممتازة جدا، وأنصح كل اللي فيينا لازم يمر على هالمكان هذا، بالإضافة إلى القصر اللي كنا فيه من شوية. حديقة الملاهي في فيينا، هاي المدخل. مطاعم، صالة المطاعم.